سلام البنات، سلام غزالة ديالي، السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وتلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الحال وفي احسن الاحوال. اليوم تتم ديال هذا الكم اللي خدمنا مع بعضياتنا. خدمنا في الاول السبوله، وخدمنا هذا العريش بجنيوحه ديالو، وخدمه متتبعه اللي طلبت مني باش نخدمه هذا الشكل تيجي بحال البروش، ولكن حنا هنا خادمينه في الكشف. ان شاء الله هذا مخدوم ديجا، انا غنخدم معكم هذا اللي في الكم هنايا مني غنوصلوا له ان شاء الله. غادي نخدم معكم هذه، وان شاء الله في الدرس الجاي غنخدم معكم بحال هذه، غادي تكون هنايا كتجي بحال البروش. على بركه الله نبداو الخدمه ديالنا كيف ديما، الخيط على 4 وليبرا نمره 12 اصغر ليبرا. غادي نجيو لهذا الرويس ديال الرشيمه، غادي نثبتو فيه الخيط، طلعو ونرجعو في الخيط، نعاودو نطلعو. هنا غنبدا بثلاثة د العقيقات كيفما موالفين، ولفتو معايا دابا ثلاثة د العقيقات باش كنبدا الرشمة، باش مكتجي رشمة ما كبيرة ما صغيرة. كيفما قلتلكم بحال هاد الشكل اللي غادي نخدم، اللي خدمنا ديجا في الدرس اللي فات، غادي نخدموه هنايا. غادي نطلعو من تحت الخط بواحد شويه، ومن هنا من الفوق، من فوق الخط بواحد شويه، وغادي نبقاو غاديين قد ما حنا طالعين، قد ما المسافه كتكبر هنايا في الراس ديال هذا العريش كنزيدو العقيق. ولكن مني كنكونوا هابطين باش نسدو العرش، سدو هنايا هذا العريش، كيكون العقيق ديك الساعه كيعاود ينقص. نديرو ثلاثة، باقيين دابا غاديين بثلاثة د العقيقات، صافي. من بعد ما شريت هاد العريش كيف ما شفتو، غادي نخدم تاني العريش الاخر بنفس الطريقه. غادي نثبت الخيط، هكذا الخيط كما كنقول لكم ديما على 4، وليبرا نمره 12 اصغر ليبرا. صافي، وغنبقى حتى هو غادي بنفس الطريقه اللي خدمت بها هادي، غنطلع بثلاثة د العقيقات ونبقى غادية كنزيد حتى كنوصل للمسافة اللي عندي فيها العقيق كتير، وكنعاود نرجع في الخدمة.
صافي كما كتشوفوا مني ساليت هاد العريش هنايا، مني جيت حطيت هادي هاد الحجيره، جاني هاد لي طاس هنا قريب، من فين غادي ندير الموزون تجيني المسافه قليله. فكما كتشوفوا انا عاود تراسيت شويه كبيره على الرشمه اللي كانت عندي، غادي ناخذ نخدموها نيت بالمهرس، غادي نطاريوها وعاد غادي نخدمو الموزون. هنايا غادي نثبت الخيط، غادي ندخل الابره ديالي. هنايا غنمشيو بعقيقه بعقيقه، وحده بوحده هاد المهرس كامل. كناخدو وحده كنثبتوها في بلاصتها وكنطلعو حداها كيف ما كتشوفوا. غنعاود ناخد عقيقه اخرى وغنثبتها، غادي نطلع واحد شويه حداها، كيجيو بحال شي خط متقطع كما كتشوف. غادي نبدا في الدوره الثانيه، هي صافي. من بعد ما ساليت كما كتشوفوا كنمشي بحال بالخط متقطع. غادي نلصق هاد الحجيره، غادي نحاول نسونطريها نجيبها الوسط، غادي ندخل الخيط من هنا من الجنب، هكا نعاود نثبتها من الفوق. هنايا من لصق هاد العقيقة غادي نجي في الجنب ديالها باش نلبسها بهاد الزمرد كما كتشوفوا في اللون ديال الثوب. غادي نشوف شحال من وحده اللي غتجيني دايره هنايا في هاد الاخرى. هزات لي 2 4 6 8 د الحبات، غندير 8 من 4 5 6 7 8 يعني 8 غادي تدور لي بحال هكا، تمنيت الحبات بحال هكا. وغادي نجي نثبتهم، غنطلع ما بين العقيقة ونشد الخيط الوسطاني، غنعاود نطلع نقز وحدة ونطلع في الأخرى وغادي نثبتها بالخيط. عاود غادي نطلع في هاد اللي بقاولي في الجنب وغادي نثبتها
هكا بالخيط صافي هكا ثابته لي مزيان. صافي دابا من بعد ما ثبت هاد الزمرد هنايا غادي نجي باش نخدم الموزون، نعمر هاد البلاصه كامله اللي عندي خاويه غنعمرها بالموزون هكا غنبدا على بركه الله. غادي نجي لهنايا الحاشيه غتجيني هاد الولا غيجيو متكين على داك العقيق الاول اللي درت انتما كما كتشوفوا كنمشيو كما قلت لكم على هاد العقيق حتى كندور لحق سجلت ومشى لي التسجيل ديال هاد القماله اللي كملت هنايا. هنايا كنمشي حبه بحبه وحده حدا وحده حتى كنسالي هاد السباس كامل. من رجعت لهنا كنبدا ثاني راجع طريقة عشوائيه ماشي كان ماشي شي قاعده وصافي، غير كندشع شويه على العقيقه الاولى وكنحاول ندخل في جنبها في الحاشيه ديال الموزونه باش هكا ما يبانش ليا الخيط ديال العقيقه الاولى. هما في الاول غيبانوا لكم ما غتبانش لكم الشكل، غيبان لكم بحال راكم غير كتخربقوا، ولكن مني غادي تسالي غادي تبان لك بان ملي كتجي الموزونه على الموزونه كيتسد. ها انتما كتشوفوا يعني وحده كتسد على وحده هكا، وغادي نبقى هكا حتى نعمر هاد السباس كامل اللي عندي هنايا خاوي. شفتوا كنبقى طالعه هكا كنولي غاديه من بين العقيق من بين الموزون عفوا، كنطلع هكا كنت البلاصه اللي بعيده هي الاولى بحال هكا كنعمر هادو وكنجي هنا جنبها كنبقى هكا كنطلع وحده على وحده هكا حتى كنعمر كاع هاد السباس اللي عندي هنايا. المهم باش ما نطولش عليكم انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى ان شاء الله نكمل هاد الخويه اللي عندي كامله نعمرها. هنا ملي كنوصل لهاد الاخرين اللي على جنب العقيقه بحال اللي كنطلع من تحت العقيقه غنطلع هكذا وكنطلع نزيد وحده اخرى بحال اللي غتجي مخشيه ليا تحت العقيقه. اولا يمكن لكم دير بالنسبه للبنات المبتدئات يمكن لكم ما تلصقوش هاد الزمرد حتى تساليو وتوصلوا لجهه الحجره عاد تركبوا الزمرد من الفوق. مي ما عنديش مشكل كنطلع من جنب من تحت ديال الزمرد كما كتشوفوا كتجيني وحده مخشيه تحت العقيقه الزمرد باش هي كتخبي لي الخيط ديال هذاك الموزونه الاخريه هكا كنعاونوا بهاد الخيط ملي كنجرو كنعاونوا بها باش كتهبط لتحت. هانتوما كما كتشوفوا غنبقى غادي هكا صافي حتى نسالي هاد الدوره ديالي وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نكملو الدرس ديالنا ديال اليوم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوف ملي كتجي عامره كتجي بحال كما كنقول لها قشور الحوت، هذه اللي كنسميوها قشور الحوت يعني كتجي هكا. ان شاء الله مازالت الدروس الماجيه غنخدم معكم الوريضه بهذا الموزون الصغير. هنايا دابا غندوزو غنخدمو بحال هاد العريشات هادو اللي غيجيو هكا بحال يعني كتجي بحال شكل التاج. هاد العقيق طويل المهرس طويل هذا طويل بزاف وهذا والزمرد كيف ما والفنا كنخدمو بيه اللون ديال الثوب
هذا عندي داك الرقيق المهرس الطويل، هذا طويل بزاف كاع، ماشي داك كاين غير اللي النصف. هادي انا هنايا خدمت بهذاك الطويل، ها هو، وغادي نخدم بالزمرد بهذا اللي خدمنا به نيت هنايا نفس اللون ديال الثوب. غادي نطلع هنايا في هاد الخويات ديال هاد السنينات اللي كنا هكا درناهم مخدومين، هما فين غنطلع؟ غنبدا من هنا هكا نثبت الخيط، نعاود نطلع، غادي نركب عقيقة وواحدة من هاد المكور من الزمرد، وكنحاول نجيبها نيشان مع هاد مع الرشيمة باش كتجي بحال الشميشة هكا. كنطلع ما بينها، ما بين الزمرد وما بين العقيق الطويل، وكنرجع في الزمرد باش نثبتها صافي. وغنهبط هنايا كل وحده غادي نخدمها بوحدها، مثلا دابا خدمت هذه، غنهبط الخيط غادي نعقدو وغادي نعاود نطلع ثاني بخيط اخر هنايا. علاش؟ نحقاش باش ما يبقاش ليا هنايا كاين شويه ديال المسافه بيناتهم. الا بقى لي الخيط من تحت يقدر ملي تخدم البياسه السيده ملي غتدخل ايديها تقدر تجر شي خيط هكا بصبعها او لا بشي خاتم او لا بشي حاجه، تقدر تقطع الخيط من الداخل، وإلا تقطع الخيط يعني غادي تسربو هادو. دونك هنايا ملي كتكون المسافه بعيده ما بين عقيقه وعقيقه، من الاحسن باش تجيكم الخدمه نقيه انك تقطعي الخيط وتخدمي هي فيها شويه التمارة انك تقطعي الخيط وتعاودي تخدمي تقطعي ولكن من الاحسن انك تعطلي واحد شويه وتخدمي خدمه متقونه، ولا تجيبيها حتى الاخر حتى للبياسه وتقطعيها وتعاودي ثاني العقيق من الاول ملي كيتسرب. المهم انا غادي نقطع الخيط وغادي نعاود ثاني نخدم هادو. صافي حبيباتي، هادو هما الشكل النهائي ديال هاد الشكل اللي خدمنا اليوم مع هاد الشميشات، هاد الحجيره الطويلين كتجي بحال شكل الشميشه. كنت باغا نخدم معكم حتى هادو ولكن جاني الفيديو طويل بزاف، داكشي علاش غادي نقسمو لكم على جوج. غادي ندير معكم فيديو فيه هاد الخدمه، والفيديو التالي غادي يكون فيه هاد الخدمه بهاد العريشات، وعاد ديك الساعه غادي نهبطو دوك السنتات اللي كنت وريتهم لكم ديجا في الفيديو الاول فاش وريتكم الكمامه الاخرى. وهاد العريش هذا اللي داير بحال البروش هو اللي غنخدم معكم هنا في الكمامه لتحت، ها هو كاين جاي هنايا. وهذا هذه نفس هاد الرشمه كتعاود لتحت وكيتزادوا فيها هادو. المهم نتوما راه شفتوا الكمامه اللي وريتكم في الفيديو السابق فاش يلاه بدينا الخدمه ديال هاد الختيمه. المهم كنتمنى هاد الدرس يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، واي استفسار او اي سؤال ما تردوش انكم تكتبوه ليا في التعاليق او لا في الكونت ديال الانستغرام، حتى هو كنستقبل فيه التساؤلات والاقتراحات ديالكم، او لا على الفيسبوك، وكاينه مجموعه خاصه بالفيسبوك ديال خاصه بكل ما ديال التنبات الخياطه الفصاله كلشي الاعمال اليدويه. دخلوا تشاركوا فيها ديروا لها جيم وتتبعوها، وغادي تلقاو بزاف الحوايج غادي تستافدوا منهم ثاني تما.
واللي اللي يعجبو المحتوى ديال القناة ديالي كنقول له ما تنساش الضغط على زر الاشتراك، وغيطلع لك واحد الجرس حداه، فعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد. وإلا عجبك لا فيديو ما تنساش تدعمو باللايك، اللايك مهمة بزاف البنات، دعموا لا فيديو بلايك باش توصل لأكبر عدد من الناس ويكون فيها التفاعل، هكا غادي الناس بزاف يستافدوا من هاد لا فيديو. ولا فيديو ديالنا وصلت للنهاية ديالها، كنقول لكم إلى اللقاء، إلى درس جديد إن شاء الله ورشيمة جديدة إن شاء الله.